أسئلة أخرى؟ أكفي. تفضل. أستاذ أنا عندي ملاحظات، لأن ما عندي أسئلة مباشرة، بس ملاحظات بخصوص. نعم. يعني أرجو توفيقها طبعاً. آه. الشهادات كلها ما تمثل إبادة جماعية ولا جرائم ضد الإنسانية. ثبتوا للملاحظة في شهادات دون المستوى كالماء الحار والحطب والجو الحار من هالسوالف هاي. الملاحظة الثانية، شهادات لم تتضمن أي إدانة للموكلين مباشرة، لأنها لا تستند على شهادات عيانية منتجة في الدعوة سمع عن سمع. نعم. يعني تقريبا كلها ثبتوا للملاحظة. نعم. الملاحظة الثالثة، الشهود ملقنين بالتأكيد، لأنهم اتفقوا جميعا على التركيز على نقاط معينة بالذات. مثلا الكل قالوا نشتكي ضد الرئيس الدامسي أو ضد السيد طه سي رمضان، يعني ما حددوا غيرهم. النقطة الرابعة، جميع الشهود لم يطلبوا الشكوى ضد من أساء لهم من الضباط أو المحقين الصغار، يعني هم احتكوا محقين أو ضباط صغار ما ذكروهم. النقطة الثالثة، جميع المشتكين أكدوا على تجريف البساتين وركزوا على طلب التعويض وكأن أحدا وعدهم بذلك، وإحنا تأكدنا من قسم من عندهم ما عندهم بساتين. ما عندهم بساتين؟ قسم ما عندهم بساتين. نعم. الملاحظة السابعة، معظم الشهادات ملفقة، وعندما نكرر الأسئلة وإحنا متقصدين طبعا المرض ترسل ما عندي شوية هو هم. نعم. نعم. النقطة الثامنة، بعض الشهود أكدوا على أن الإطلاقات هي ابتهاجا بمقدم الرئيس، بينما البعض الآخر أكد لبعض وسائل الإعلام متبجحا بأنه شارك في محاولة الاغتيال، وهذه اللقاءات الإعلامية موثقة ونجلبها إن شاء الله للمحكمة. نعم. تبقى من ضمن. شكرا أستاذ.